إذن مشاهدينا الكرام، حول هذه الحملة الجديدة لحكومة الطالبان ضد تنظيم الدولة نرحب بضيفنا عبر سكايب السيد بشير أحمد الأفغاني، الكاتب والباحث الأفغاني. سيد بشير، السلام عليكم، تحية لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام، أتمنى أن تكونوا بخير وعافية. مرحبا بكم سيد بشير. في البداية، ما هي خطورة تنظيم الدولة في أفغانستان خاصة في العاصمة كابول وفي ولاية نينغرهار؟ في الحقيقة خطورة داعش ليست على أفغانستان فقط بل على العالم كله، ونحن رأينا ما فعل داعش في كثير من بلدان العالم الإسلامي من تكفير وتفجير وتهجير وإثارة الفتن بين الناس وقتل الناس الأبرياء، ونفس هذا الشيء هم يفعلونه في أفغانستان، كما أوقعوا هناك نفذوا التفجيرات في العاصمة الأفغانية كابول وفي نينغرهار، وكما شاهدتم قبل شهر تقريبا نفذوا التفجير في مطار كابول، والضحية كله كان الشعب، وخطورتهم هذه واضحة جدا على أفغانستان وعلى الشعب الأفغاني. طيب سيد بشير، ما هو حجمه في الولايات؟ يعني كما أشرت بالتحديد في كابول وفي نينغرهار، الحكومة الأفغانية تقول أن التنظيم ليس له وجود كتنظيم وإنما عناصر فردية تتواجد، ما هو حجم هذا الوجود حتى على مستوى العناصر في العاصمة وفي نينغرهار؟ ليس هناك وجود عسكري لعناصر تنظيم الدولة، بل هناك بعض الأشخاص مختفون في حالة سرية لا يظهرون للعلن، بل ينفذون عمليات تفجيرية ويقتلون الناس عن طريق زراعة العبوات في الطرقات العامة، وكما فعلوا في نينغرهار قبل أيام، وكذلك في كابول نفذوا تفجيرات، فهم يعني في شكل غير مرئي يفعلون كل هذه الأفعال وليس لهم وجود عسكري على الساحة. لكن ما مدى قدرة الحكومة الأفغانية اليوم على إنهاء عناصر التنظيم الموجودين في أفغانستان بالولايات التي يتمركزون فيها؟ ستتمكن حكومة إمارة أفغانستان الإسلامية على إنهاء ما تبقى من عناصر تنظيم الدولة إن شاء الله تعالى، لأن التغييرات الأخيرة التي جاءت في القيادات من قبل الحكومة، هذه التغييرات تدل على أن القيادة جادة في قضية داعش، حيث كثفت إجراءات أمنية مشددة وعينت والي نينغرهار وكذلك والي كونر، فكل هذه التغييرات والإجراءات تدل بأن الإمارة جادة في قضية داعش. والشيء الثاني بأن هذا الموضوع يتعلق بالإسلام وأمن البلاد، فالإمارة الإسلامية لن تترك لداعش فرصة حتى يشوهوا صورة الإسلام ويزعزعوا استقرار البلد وأمنه. طيب، هل بوجهة نظرك سيد بشير هناك جهات تقف وراء تنظيم الدولة في أفغانستان في هذه المرحلة بالتحديد؟ نعم طبعا، هناك جهات تقف وراء داعش، هم يمولونهم. من هؤلاء؟ من هؤلاء سيد بشير؟ على رأسهم أمريكا وهناك جهات أخرى. جهات أخرى، هل يعني تقصد جهات بعينها أم ماذا؟ لا أستطيع أن أحدد، ولكن جهات، هناك جهات يعني غير أمريكا موجودة هي التي تريد أن تنفذ خططها عن طريق داعش. ما هي مصلحتها في هذه الجهات، وهل هي جهات داخلية أم خارجية؟ هناك جهات خارجية وهناك جهات داخلية. الجهات الداخلية هم أكثرهم
الوزراء السابقون الذين كانوا يعملون في الحكومة السابقة هم الذين صنعوا هذه الفتنة بمساندة ومباركة أمريكا ليوقعوا ليزرعوا فتنة الفتنة بين المسلمين، وهناك يوجد حركة ضد طالبان حتى لا يعني تسيطر طالبان على البلاد. وأعضاء الأمة كلما فشلوا في الحرب ضد الإسلام مباشرة فهم يعني يصنعون فتن داخل المسلمين حتى يكسروا شوكة المسلمين من داخلهم ويضربوهم من داخلهم. فداعش هذه صناعة استخبارية من أمريكا ومن بعض الجهات الأخرى هم أوجدوها ليوقفوا تقدم طالبان في أفغانستان. هل مواجهة تنظيم الدولة ستكون بالمقاربة العسكرية فقط من وجهة نظرك سيد بشير، أم أن هناك خيارات أخرى أمام الحكومة الأفغانية بقيادة أو المشكلة من طالبان للتعامل مع تنظيم الدولة في هذه المرحلة بالتحديد؟ أصلا المواجهة تكون عندما يكون مع الطرف المقابل، عندما يكون للطرف المقابل وجود عسكري على الساحة. وهنا في أفغانستان ليس لتنظيم داعش وجود عسكري حتى تحرك ضدها الجنود أو تبرم معها اتفاقات، فقط بعض الأشخاص في شكل غير مرئي هم يقومون بهذه التفجيرات، والإمارة الإسلامية واستخباراتها تواصل عمليات البحث والتمشيط حتى تلقي القبض على هؤلاء. فيعني ليس هناك لهم وجود عسكري حتى تهدد الحكومة الموجودة في أفغانستان، بل بعض الأشخاص هم الذين يقومون بهذه العمليات والإمارة الإسلامية بسدد القبض عليهم. نعم، وصلت هذه الفكرة. أشكركم شكرا جزيلا سيد بشير أحمد الأفغاني الكاتب والباحث الأفغاني، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. مشاهدينا الكرام، نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقتنا، ابقوا معنا.